السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجن، وفي سؤال جديد جاي على اليوتيوب جميل جدا جدا جدا، شكرا لعبد العزيز الكندري. فعلا سؤال من واحد متابع القناة وبيشوف ان في فرق. خلي بالك انا بحاول ان انا اعمل دايما تصنيف لكل حاجة معمولة على اليوتيوب عندي، بحيث ان انت كطالب او كولي امر او كاي مستخدم عندي على اليوتيوب ما تتعبش. يعني انت عايز حاجة في الفترة الاولى السادس، روح بلاي ليست او قائمة تشغيل، دور على الصف السادس الفترة الدراسية الاولى، هتلاقي كل الفيديوهات الخاصة بيها موجودة فيها. لو في حاجة قديمة مش موجودة انا بشيلها من بلاي ليست اساسا، يعني بس اللي موجود هو ده اللي عليك مكرر، فما تقلقش، دايما خليك جوه البلاي ليست وامشي بالفيديوهات اللي جواها، ما تدورش بالفيديوهات على القناة، انت هتتعب، انت عندك فيها اكتر من 700 فيديو تقريبا عندي على اليوتيوب، هتتعب جامد. طيب السؤال بيقول ايه الفرق ما بين ملخص القواعد، قواعد الجزء الاول، قواعد الجزء الثاني؟ تقريبا الاسلوب ده موجود في قائمة الصف السادس والسابع والثامن، الصف التاسع مش موجود. ان شاء الله العام القادم ان شاء الله هيكون فيه اللي هو الجزء الاول والثاني، بس مش السنة دي ان شاء الله. ربنا احيانا. اوكي خلينا اقولك، نبدأ بالجزء الاول لقواعد سادس او سابع وثامن. انا كنت بجيب الاختبارات التجريبية او اختبارات سنة سابقة وبشرح الجزء الاولاني اللي هو اختار الاجابة من الفراغات المناسبة، فانا كنت بعلمك ازاي بتختار وبتعرف القاعدة ازاي وشرحي ليها جانبي، تمام؟ بعدين رحت للجزء الثاني اللي هو السؤال الثاني او الجزء الثاني من سؤال القواعد، اللي هو افعل كما بين الاقواس، do as shown between brackets او do as required، بعرفك ازاي بتحل السؤال وبشرح برضو الجزء الخاص بالقاعدة ده. بعد كده انا لما خلصت الجزء الاول والجزء الثاني وحطيتهم على اليوتيوب، في ناس مش عايزين طريقة حل السؤال او طريقة حل القاعدة، عايز شرح القاعدة فقط، وللأسف كان الوقت ضيق عندي ان انا ما اقدرش اشرح زي ما شرحت الصف التاسع كده من الكتاب. جات لي فكرة، عملت ايه؟ جبت الكل، رجعت الفيديو بتاع الجزء الاول والتاني من الاول، وقطعت منه فقط الجزء اللي انا كنت بشرح فيه القاعدة، وعملت فيديو خاص جديد من الفيديوين الجزء الاول والتاني، قصيت منهم الجزء اللي انا كنت بشرحه للقاعدة فقط، وعملته ملخص لشرح قواعد سادس او سابع او ثامن، هو من الشرح السابق اللي موجود في الاختبار الجزء الاول، في الجزء الاول والثاني، ولكن انا عملته ملخص ليهم. بس تلاقي القاعدة مشروحة ليك من اولها لاخرها زي ما شرحتها وانا بدربك على السؤال. بس اتمنى ان يكون السؤال ده او الفيديو ده واقف ليك، لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس، و بس كفاية اقولي شكرا يا شباب. ولو عندك اي سؤال تاني وهو سؤال فعلا يستحق، انا هعمل عليه فيديو وارد عليك، ولو هو موجود روح للبلاي ليست هتلاقي فيه لقائمة التشغيل، هتلاقي فيه قائمة بالاجابة على اسئلة الطلاب مناهج الكويت او الكويت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي. شير للناس علشان تفهم القناة بتمشي ازاي، او الناس يعرفوا القناة يتعاملوا معاها ازاي، لان في ناس مش لاقية الفيديوهات اللي هي عايزاها، تمام؟ ودايما هتلاقي في نهاية كل بلاي ليست الفيديوهات الخاصة بالمراجعة للاختبار، اما اللي فوق للدراسة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله، باي باي.